ملامسات اغتيالية وتفكيك ألغاز عمليات الاغتيالات السياسية، وآخرها ملف الشهيدين شكري بن عيد ومحمد إبراهيم باعتبارها جريمة سياسية بالقيادة. ثورة الحرية
الفساد الاجتماعي. ماذا عسانا نفعل اذا ادى لكم في اداء بعض اجهزه الحكومه في الاتها الانتاجيه، سواء من ناحيه تطبيق القوانين او من ناحيه انجاز المشاريع، خاصه في مجال توفير الاستثمارات والتشغيل والتنميه الجهويه. ماذا عسانا نفعل اذا امان شعبهم المحاولات المريبه لاستضعاف الحكومه والتداول عليها من قبل بارونات التهريب وتجار السوق الموازيه والسماسره الطفيليين وعصابات الارهاب والترهيب ومراكز النفوذ والتنفذ، ليترك لهم المجال لتمرير اجنداتهم الفوضويه المدمره؟ وماذا عسانا نفعل ازاء الخيارات المسقطه والتراجعات المسجله في الاتفاقيات المبرمه، سواء تلك المتعلقه بالشراكه التي يقتضيها العقد الاجتماعي، او ببعض الاتفاقيات القطاعيه، او بملف الضمان الاجتماعي الخاص بموضوع الترفيع الاختياري في سن الاحاله على التقاعد في القطاع العمومي. الشهادة العليا والمكنوزين الأمنية والباحثين عن الشهادة
الشغل للانتفاع بحقه في العمل كعنوان الكرامة وكمقاوم من مقومات الذات البشرية، هو من قبيل التدخل في شؤون السلطة التنفيذية. أنه الادعاء بعينه والغاية من ذلك لم تعد تخفى على أحد. الغاية هي إخماد صوت الاتحاد الحر في محاولة التستر عن المجلة بصياغة الأجوبة المناسبة لتبرير المشاريع والقوانين النشعبية المكرسة للتبعية والمسيئة للسيادة الوطنية. فلنكن في مستوى الاستثناء الذي حققناه بفضل الحوار الوطني، ولنجعل من نهج التوافق والتشاور خيارا استراتيجيا فكرا وممارسة لمعالجة المنافات الوطنية الكبرى في إطار مقاربة تشاركية تحقق الإجماع الوطني وتجيب عن المعضلات الحقيقية بما يوفر الاستقرار والتوازن وبما يحسن مجتمعنا ضد مخاطر العنف والانغلاق الفكري والعقائدي. ولنواصل ما بشرناه منذ سنة من حوارات بشأن سياسات التشغيل ومنظومة التربية والتكوين باستكمال بقية الملفات المدرجة ضمن العقد الاجتماعي أو تلك التي يقتضيها الإقلاع الاقتصادي والبناء الديمقراطي المنشور. أن ذلك أجدى بكثير من البحث عن كبش فدهة لإخفاء مكامن العجز ولتبرير التراجعات المتتالية المحبطة للعزاء. الأخوات والأخوة، حسبنا أمام حملات التشهير والتشويه أن نحيل مدبرها إلى حرية كرامة وطنية، شغل حرية كرامة وطنية، شغل حرية كرامة وطنية، شغل حرية كرامة وطنية، شغل حرية. أخوات والأخوة، حسبنا أمام حملات التشهير والتشويه أن نحيل مدبريها إلى ما رتمناه خلال السبعين سنة الماضية، لا لفائدة الطبقة العاملة فحسب، بل ولعموم الشعب التونسي أيام الاستعمار الفرنسي وخلال بناء مقومات الجمهورية أيام وقوفنا مع شعبنا في وجه الدكتاتورية ومن أجل قيم الحرية والديمقراطية والاستقلالية. ثم وفي مرحلة لاحقة حبتنا لمناصرته في حماية دولة الشعب وإدارة مساراتها في كلف الحوار والتوافق. حسبنا أمام محاولات الإركبال ما نرقاه من تعاطف وتفاهم لدى شريحة واسعة من مخابنا ومن ثقة راسخة لدى قواعدنا العمالية والنقابية ومن تقدير لدى جماهيرنا الشعبية، بل نرد على لسان فقيه الكلمة الحرة الشاعر محمد إسرائيل الأحمد: نقابي ومعترف ومنضبط ومختلف ونور الفجر يقولني وهذا الليل منصرف، وإخواني إذا وقفوا هوى الشرفاء والشرف. عاش عاش الاتحاد، عاش عاش الاتحاد، عاش عاش الاتحاد. الأخوات والأخوة، إننا بنحتفل اليوم بعيد العمال، فإننا نتقدم إلى الصحفيين الذين سيحتفلون بعيدهم يوم 3 مايو بأحر التهاني رغم المخاطر التي تهدد حرية الإعلام ومنها تنام الاعتداءات على الإعلاميين وازدياد وتيرة انتهاك حقوق الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية ومحاولات تكفيرهم وتكميم أفواههم واستمالة بعضهم. وأننا في هذا اليوم نجدد تضامن مع عائلتين سفيان الشرابي ونذير مكتالي آملين عودتهم أحياء إلى بلادهم، مطالبين الحكومة بمزيد بذل الجهد للكشف عن حقيقة اختفائهم. إننا نحيي هذه الذكرى وكلنا أمل في استقرار أوضاع شعبنا العربي في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ونؤكد وقوفنا المشروع إلى جانب كل القوى الوطنية في نضالها ضد مشاريع التقسيم والتجزئة التي تسعى والهيمنة
لفرضها على أمتنا بتواطئ مقبوع مع القوى الصهيونية والرجعية. كما نجدد دعمنا لشعبنا الفلسطيني الصامت ومناهضتنا you.
استني.